استقبل الرئيس السيسي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير موريتانيا بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لا سيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عصر اليوم إلى العاصمة السنغالية دكار على رأس وفد رسمي يضم وزراء الكهرباء والإسكان والنقل وعددا من ممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، وذلك للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا التي تستضيفها السنغال يومي 2 و3 من فبراير. وأكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الإفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مواصفات معينة يتم الاستناد إليها عند طرح شركة للمرة الأولى في البورصة، مضيفا أن الحكومة تعمل على هذه المواصفات في الوقت الحالي لتحديد الشركات التي سيتم إعلان طرحها في البورصة. وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى أن بعض هذه الشركات ستكون جاهزة خلال 2 أو 3 أشهر، وبعضها في غضون 5 أشهر أو بحلول لنهاية العام. قال الكريملين ردا على احتمال إرسال الولايات المتحدة أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا إن ذلك سيصعد التوترات، لكنه لن يمنعنا من تحقيق أهدافنا. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل لأول مرة سلاحا بعيد المدى. أعلن إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارا جديدا يخص تواصل الحكام مع الجماهير في الملاعب بداية من كأس العالم للأندية. وشدد إنفانتينو على أن الحكام سيعلنون أسباب القرارات التي يتخذونها للجماهير داخل الملعب. وكتب رئيس فيفا عبر حسابه على إنستغرام: هذه رسالة مهمة جدا لجميع مشجعي كرة القدم الذين يرغبون في رؤية المزيد من الوضوح بشأن قرارات التحكيم.